قبل ما نبدأ الدرس إخواني، يعني قبل قليل في وأنا بحضر حالي للنزول للمسجد الأقصى اتصلت في أخت من الخارج لا أعلم من أين، تدعى أم عبد الله، وهي تبكي وبحرقة وتطلب أن ندعو لها بتفريج الكرب من بيت المقدس. يعني لا شك أنه إحنا في بيت المقدس دعائنا أكثر دعاء مستجاب، عشان هيك دائما وانتوا في المسجد الاقصى ادعوا لاخوانكم في الخارج، الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم همهم وغمهم وكربتهم وشدتهم، والله سبحانه وتعالى يفتح عليهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يرضى عنه سبحانه وتعالى. دائما اخوان لا تنسوا اخوانكم في الخارج من الدعاء في الصلوات انه الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. فاحنا ان شاء الله يعني في صلاتنا وفي سجودنا بالاخص ندعو لكل المسلمين ان الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم كربتهم ويزيل عنهم غمهم وهمهم ان شاء الله. فهذه اخواني تذكره ان شاء الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم. وبالمناسبه يعني احنا اخذنا مثال ام عبد الله، ولكن يعني تقريبا معظم اللي بيحكوا معنا من الخارج وهم بالالاف ولربما عشرات الآلاف دائما بيسألونا الدعاء، ندعو لهم من المسجد الأقصى، ودائما بتمنوا على الله سبحانه وتعالى أنهم يوصلوا المسجد الأقصى ويصلوا فيه ولو ركعتين لله عز وجل. فإحنا الحمد لله يعني رغم همومنا وغمومنا وكرباتنا إلا إحنا والحمد لله في نعمة غيرنا محروم فيها منها يعني بدرجة عظيمة، يعني ولله الحمد إحنا نقدر نوصل الكعبة والمدينة ونقدر نصلي في المسجد الأقصى وإحنا في المسجد الأقصى، ولكن معظم اللي في الخارج ما بيقدروا يوصلوا للمسجد الأقصى، يعني ستكون عليهم هذه مهمة شاقة جدا جدا. وحتى إخواني القلة القليلة اللي بتقدر توصل للمسجد الأقصى يعني بيوقعوا ما بين حيص بيص، يعني إنه بيقعد يفكر أنه أفضل إني أوصل المسجد الأقصى ولا أهدي للمسجد الأقصى بدل هذه الزيارة زيت يسرج في قناديله. وكما خبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وكما حدثنا في درس سابق وقلنا أنه دفع بدل الزيارة أفضل، لأنه الزيارة نفسها في حد ذاتها ستكون في معظمها لهذه الزيارة يعني فائدتها وريعها و ما فيها سيذهب إلى الجانب أو حزب الشيطان خلينا نقول، وقليل منه ما يذهب إلى المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى. فقلنا إنك تتبرع أو تهدي أخ إلك في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى في المناطق القريبة من المسجد الأقصى، تهدي له هدية، مقدار هذه الزيارة أفضل بكثير من الزيارة نفسها. عشان هيك يبقى الأخ الكريم محروم من زيارته للمسجد الأقصى. وإن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الفرج قريب بمجيء الإمام العادل المهدي، إنه سبحانه وتعالى يرسله ويكون مخلص لهذه الأمة بحيث تستطيع كل الأمة أن تأتي وتزور المسجد الأقصى تلبية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ائتوه وصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. فهذه إخواني وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. معنا إخواني مجموعة من الرؤى، ومن زمان ما تكلمنا في رؤى، وإحنا بنعرف أنه يعني الضغط كبير على إخواننا المسلمين في كل مكان، ومن مجمل الرؤى شفنا أنه الضغط في الآونة الأخيرة مركز على المسجد الأقصى، على بيت المقدس، على المسجد الأقصى، على أهل المسجد الأقصى، على أهل بيت المقدس، يعني الضغط كبير عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم ويزيل غمتهم وأنه يساعدهم في وجودهم ووصولهم إلى المسجد الأقصى. أنا شيخ كبير يعني اليوم على صلاة الجمعة رفضوا يدخلوني للمسجد الأقصى إلا أني أسلم هويتي على الباب، سلمت الهوية وبعدين دخلت، فما بال صغار السن الشباب والرجال يعني من المصلين. فالحملة الشديدة وقوية على
كل ما يتعلق في المسجد الأقصى. ولأنه إخواني إحنا ما بدنا الوقت يداهمنا زي ما بحدث في معظم الدروس، يعني نقول أنه نبقي الرؤى إلى الآخر، ولكن يعني ننتبه أنه الأذان بدأ يؤذن، عشان هيك سنبدأ بالرؤى نتكلم فيها، وبعدين إن شاء الله نبدأ درسنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. ونذكر إخواني، أولا نحن لا نتعلق بالرؤى، نحن نتعلق بقال الله وقال الرسول. في قال الله وقال الرسول كل ما نحتاجه، وعلمنا الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم كل ما سيأتي في آخر الزمان. لربما كانت الأمور مخبأة بين الكلمات، ولكن من كان له قلب يعني متعلق بالله يستطيع أن يرى ما بين الكلمات داخل القرآن الكريم. وحتى إخواني يعني لو أنت ما شفت، الله سبحانه وتعالى سييسر لك إنسان في نهاية المطاف أنه يبين لك المعاني المدمجة والمتضمنة داخل كلمات وآيات القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: ثم إن علينا بيانا. فيعني لو إحنا اكتفينا بالقرآن الكريم سنجد أنه قصة الحياة كلها واضحة جدا جدا. يعني نذكركم إخوان من الأمارات اللي بنعرفها من قال الله وقال الرسول أنه إحنا حاليا في الوعد أو في زمن الوعد الحق. قبلها يعني كل علامات وأمارات الساعة الصغرى يعني تحققت، وهذا بإجماع كل العلماء. ونحن ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى في حيز الزمان نسميه آخر الزمان. وآخر الزمان الله سبحانه وتعالى وعدنا فيه ونحسبه ونعلم ونحن متأكدين أنه وعد حق، لأنه من الله عز وجل. لو كان وعد من بشر، من ملوك الأرض، من كبرائها، من جبابرتها، لقلنا لربما، ولكن هذا الوعد من الله عز وجل. فنحن في منطقة زمنية ما بين أمارات الساعة الصغرى وأمارات الساعة الكبرى اللي هي آخر الزمان. آخر الزمان إخواني يبدأ بعمران بيت المقدس، ثم خراب يثرب، ثم موت خليفة، ثم اقتتال ثلاثة من بعد موت هذا الخليفة على الملك كلهم ولد خليفة، ثم ظهور المهدي، ثم لربما نحط هون علامة سؤال سنشهد الطارق، ثم سيظهر الأعور الدجال، ومكث 40 يوم فقط في هذه الدنيا. ثم بعد الأعور الدجال سينزل ويهبط سيدنا عيسى من السماء ويقتل الأعور الدجال ويساعد المهدي على بسط الخلافة في الدنيا كلها، ولن يبقى يهودي أو نصراني في هذه الدنيا إلا ويدخل دين الإسلام. ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويقتلوا، الله سبحانه وتعالى ينفي يخلصنا منهم. ثم يموت سيدنا عيسى، ثم تهدم الكعبة، ثم لا يعود ذكر لله عز وجل، يعني يقل ذكر الله قليلا قليلا، ثم تشرق الشمس من مغربها، ثم تأتي دابة تسوم الناس على خراطيمها على وجوهها مؤمن وكافر، ثم تأتي ريح وتقبض أرواح كل المؤمنين. يعني زي ما احنا شايفين إخواني كل حبل الزمان معلوم شرعا شو اللي راح يصير، ومعلوم انه في فترة آخر الزمان ستزداد الفتن وستزداد المحن، وبالأخص على أهلنا في العراق، ثم الشام، ثم اليمن، ثم بلاد الحجاز يعني بلاد الحرمين. ثم ستكون هناك 4 حروب نعلمها للمهدي، 4 حروب رئيسية بعد الخسف بجيش المهدي السفياني. يعني بعد الخسف بجيش السفياني ستكون هناك 4 حروب. نعلم انه في حرب ستكون مع المهدي من جيش من بلاد الحجاز، وحرب من بلاد فارس، وحرب من الروم، ثم اخيرا ستكون هناك حرب في بيت المقدس اللي هي من عرف اسمها الملحمة الكبرى. يعني زي ما احنا شايفين اخواني كل شيء واضح وظاهر ومبين، فلا نحتاج زيادة.
إلا أنه إخواني يعني رحمة فينا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه في آخر الزمان يعني تكون الرؤى الصادقة هي من مبشرات النبوة، يعني تأتي تطمئنك أنه أنت يعني سيجعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا، اتق الله سبحانه وتعالى وسيجعل لك مخرجا. طمأنينة فقط لا غير، لا نتعلق بالرؤى، نتعلق بقال الله وقال الرسول، إنما نستأنس بهذه الرؤى أننا إن شاء الله منصورين بإذن الله على أعداء الله، وسينصر الله سبحانه وتعالى دينه، سينصر الله سبحانه وتعالى أهله في المسجد الأقصى بالأخص في المسجد الأقصى، وسينصر المسلمين في كل الدنيا بإذن الله. فالرؤى إخواني ظنية وليست قطعية، ولا يترتب عليها أحكام شرعية، وهي فقط من باب الاستئناس، ولربما كان المقصد من الرؤية كشف مخطط للشيطان، أن الشيطان عماله بخطط يسوي كذا وكذا، فإن تكلمنا بهذا المخطط لربما توقف الشيطان عن هذا المخطط وبدأ يبحث عن أمر آخر يفعل. فالرؤى المقصد منها قد يكون بشارة أو قد يكون منع لمخطط الشيطان، لذلك لا نتعلق بالرؤى. ونقول اليوم الذي نحياه أهم من الغد، اليوم اللي منعيشه أهم من بكرة. ليش؟ لأنه اليوم بين إيديك، اليوم بين يديك تحياه وتستطيع أن تعبد فيه الله عز وجل، والغد في علم الله عز وجل، قد نكون وقد لا نكون. يعني خبرني أخ كريم قبل قليل أنه كان في أحد الطلاب يجلس في مجلسنا، شاب صغير في الثلاثينات اسمه لؤي عباس، بقول لي أنه انتقل إلى رحمة الله عز وجل في الأمس، يعني لسه يعني أيام قليلة كنا نشوفه بناتنا وبقوته وصحته، وما في مجال أنك تفكر أنه هذا قد يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى كما تكلمنا يقبض عباده حتى يذكرنا أنك لا تستطيع أن تعتمد على هذه الدنيا ولا بأي حال من الأحوال. أنت اليوم فيها ولكن لا تعلم بعد لحظة إن كنت فيها أو لا، الغد ليس لنا. لذلك اليوم نقول أهم بكثير من الغد، اليوم نستطيع أن نعبد في الله عز وجل، أن نكبر، نسبح، نهلل، نستغفر، نتقرب لله سبحانه وتعالى بالنوافل، نصوم، نتصدق، نفعل الخيرات، نأمر بالمعروف، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. اليوم بإيدنا نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى فيه، أما الغد فلا نعلم. عشان هيك لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن نوقف اليوم في انتظار الغد. يقول والله مثلا يعني المهدي سيأتي فأنا أنتظر حتى ظهور المهدي، لا يمكن الانتظار، لا يمكن الانتظار. عليك يعني قلبيا أن تبايع المهدي وتقول إن جاء المهدي وظهر سيكون من أوائل أنصاره بإذن الله، وسأفعل كل ما بطاقتي حتى أني أنا أنصره وألحق فيه، ألتحق فيه. هذه بيعة قلبية داخل قلبه تعقدها على فعل الخير في الغد، إنما هذا لا يمنع أن توقف عمل اليوم. عشان هيك إخواني نذكركم إنه هذه الرؤى يعني إنما هي فقط أمور يعني نتوسم فيها إن شاء الله خير، ولربما كانت إشارة لمنع الشر. طيب الرؤية الأولى تتكلم عن اتفاقيات ما بين حزب الشيطان، وإحنا لما نقول حزب الشيطان صرنا عارفين إيش بنعني بحزب الشيطان، وقلنا أنه في هرم لحزب الشيطان، على رأس الشيطان، تحته عبدة الشيطان، تحته عبدة الطاغوت، تحته الزعماء والرؤساء والحكام اللي باعوا نفسهم للشيطان، وتحته رجال الدين اللي عمالهم بيبيعوا علمهم للسلاطين اللي باعوا نفسهم للشيطان. هذا كله بنسميه ايش؟ حزب الشيطان. فالرؤية تتكلم عن اتفاقيات يتم توقيعها
ما بين حزب الشيطان والغريب الآن مع رجال أعمال. يعني في السابق كنا نتكلم عن وزراء وأمراء وحكام، هلا عمين بنحكي عن رجال أعمال. على ما يبدو مجرد ما تأتي البداية هذه شو بنعرف؟ نعرف أنهم انتهوا من الزعماء والرؤساء والحكام، انتهى أمرهم، ما في داعي أنهم يعقدوا صفقات جديدة، يعني صار أمرهم محسوم ومنتهي. فهلأ بنزلوا لإيش؟ لدرجة تانية تحت هذه الدرجة اللي هم رجال الأعمال. وهذه الرؤية تتكلم أنه هذه الاتفاقيات تمتد أولا في بيت المقدس عبر الغرف التجارية وتنتشر لتشمل كل العالم الإسلامي. يعني على ما يبدو أنهم راح يدوروا يعني في الرؤية على كبار رؤساء أو رؤوس الأموال، كبار رؤوس الأموال في العالم العربي لعقد صفقات. وإحنا إخواني بنعرف الصفقات شو نوعيتها التي تعقد مع حزب الشيطان. يعني الشق الأولاني انك انت ما تساعد الحق، هذا الشق الاولاني من الصفقه بدها تكون. الشق الثاني انك انت توقف مع الباطل، هذا الشق الثاني. والشق الثالث طبعا انه راس المال او هذا الرجل الذي يعد من رؤوس الاموال يبقى في موقعه. والا بنعرف اخواني يعني من العلاقات اللي موجوده انه الشيطان يغري الانسان ثم يهدده، يعني بيستخدم الأسلوبين اللي بنسميهم العصا والجزرة، يعني أسلوب الترغيب والترهيب في نفس الوقت. يعني إذا أنت ما اتبعت طريقي شو راح يصير فيه لك؟ راح تعاقب بطريقة ما، وأول العقاب أنها تسحب منه هذه الأموال بلا شك. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية إخوان تتكلم أيضا عن بيت المقدس وتقول أن الشيطان والوحوش تكشر عن أنيابها في مرحلة انقضاضية على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى. يعني إخواني احنا شفنا رؤى كثيرة تتكلم في نفس المعنى، ولكن إخواني يعني زي ما احنا شايفين الرؤى تشتد حدة، كل مرة تأتي رؤية بتكون أصعب من السابق. يعني لما تشتد حدة الهجمة على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى، فهذا إخواني يعني في نذير أول إشي شؤم على ما سيجري وما سيحدث للإسلام والمسلمين في كل مكان، ولا نتكلم عن المسجد الأقصى وبيت المقدس بالمخصوص، لأنه ما يحدث في المسجد الأقصى بيت المقدس إنما هي صورة مصغرة مما يحدث في العالم الإسلامي. فإن انقض الشيطان أو انقضت الوحوش على المسجد الأقصى، كأنه المعنى أن هذه الوحوش وهذا الشيطان سينقض على المسلمين في كل مكان. فالمسجد الأقصى هو مصدر البركة التي تمد الدنيا كلها، لا ننسى هذا الشيء. فهي من ناحية يعني هي شؤم، ولكن من ناحية أخرى نعلم إخواني إنما أنه كلما اشتد الظلام وكلما اشتدت حلكة هذا الظلام، هذه كانت إشارة لاقتراب الفجر وبثوق الفجر وشروق الشمس، شمس الفجر. فإن شاء الله هذه ستكون بشارة نستبشر فيها أن لابد من التدخل الرباني في هذه الفترة القادمة بإذن الله. رؤية أخرى إخواني تتكلم يعني هي ثلاثة كلمات عن حدث ما سيحدث في بيت صفافة، لا أعلم ماهية الحدث. وبيت صفافة لم تكن على الساحة من فترة زمنية طويلة، نترقب الأيام المقبلة ونرى ماذا سيحدث. رؤية أخرى تتكلم أنه الفترة القادمة سنشهد فيها زيارات
لا أعلام النصارى ورموزها للمناطق الإسلامية وبالأخص إلى المسجد الأقصى. طبعا إخواني الظاهر إنه إيش؟ إنه في تأييد من النصارى لحق المسلمين في بيت المقدس ضد قرار ترامب، هذا الظاهر، ولكن في الباطن تحت الطاولة لا نعلم ما سبب هذه الزيارات. يعني نعلم السبب الظاهري، إلا أنه نعلم أن هناك سبب مخفي لا نعلمه ولا نعلم ما هو. رؤية أخرى تتكلم عن تجديد الخناق في الفترة القادمة على رجال الدعوة في بيت المقدس والناصرة والطيبة ونابلس، يعني هذه أربع مناطق جاءت في الرؤية سيتم فيها تجديد وشد الخناق على رجال الدعوة في هذه المناطق، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. رؤية أخرى تتكلم عن أن الفترة القادمة سيظهر فيها بروز لأسمي العزرية وأبو ديس، يعني ستعود كلمة العزرية وأبو ديس على الطاولة. احنا بنعرف أنه أبو ديس يعني أحد المقترحات انه تكون عاصمة القدس للسلطة هي ابو ديس، نعلم هذا الشيء. اخواني هون بذكركم انه الاعلان الذي قام فيه نتنياهو في الفترة الاخيرة، او خلينا نقول الكنيسة في الاسرائيلي في الفترة الاخيرة، انه هو وضع مشروع قرار لاقراره، وهو اعتبار القدس دولة أو عاصمة فقط لدولة واحدة، وعدم قبول المفاوضة أو التفاوض على أن القدس عاصمة لدولتين. نذكركم إنما هذا من قبيل الخداع، يعني إذا قال الشيطان إنه هو ما بيقبل إنه القدس تكون عاصمة لدولتين، فمعناه بتوقع منا الشيطان إنه نتراكد ونركض نحو ايش؟ الموافقة على اعتبار ان القدس عاصمة لدولته. يعني الخطة المستقبلية تقتضي طرح هذا المشروع، انه كحل نهائي انه شو رأيكم نسوي القدس عاصمة لدولتين، يعني مثلا ابو ديس تكون جزء من القدس وهي عاصمة للضفة، وباقي القدس المعروفة عاصمة لا إسرائيل. طبعا إخواني نذكر أنه أولا التفاوض على الأرض المقدسة، ولا أقول على القدس، على الأرض المقدسة كلها من ناحية شرعية حرام ولا يجوز شرعا، لأنه هذه الأرض هي لله عز وجل، إن الأرض لله، فلا يجوز لأي مخلوق على وجه هذه الدنيا أن يتفاوض أو يتعاطى بأمر هذه الأرض، فهو يعتدي بهذا على الله سبحانه وتعالى. والمسجد الأقصى إخواني هو بيت الله عز وجل، ونذكر إخواني المسجد الأقصى، لما نتكلم ونقول المسجد الأقصى يجب أن يكون معلوم عندنا إحنا المسلمين، لأنه هذا يحاول أعداء الإسلام طمسه وتغطيته فينا. معنى كلمة الأقصى داخل القرآن الكريم، الأقصى داخل القرآن الكريم مكانا هي كل الأرض المقدسة. الله سبحانه وتعالى لما كان يخاطب بني إسرائيل شو كان يقول لهم؟ وادخلوا الباب سجدا، سجدا مكان السجود يعني الأقصى، يعني دخول بني إسرائيل من سيناء أو دخول بني إسرائيل من حدود الأردن كان للأقصى، فالأقصى هو كل الأرض المقدسة كمكان وكبنيان، هو كل 144 دونم كلها بساحاتها وأروقتها وغرفها هي جزء من بنيان المسجد الأقصى، هذا كبنيان. ومحاولة اليهود إنها تزرع في أدمغتنا إنه هذا المصلى اللي احنا موجودين فيه وهو يدعى المصلى القبلي، بتحاول إنها تزرع في عقولنا إنه هذا اسمه الأقصى. يعني احنا بنسمع وللاسف احيانا البعض بيقول بدي اصلي في الصخره
والبعض بيقول بدي اصلي في الاقصى ويقصد المصلى القبلي، فهذا اسمه المصلى القبلي وليس الاقصى. وكل اماكن الصلاه داخل بنيان المسجد الاقصى اما تسمى جوامع او مصليات، اما المسجد الاقصى ككل فهو 144 دونم. طبعا اخواني اليهود بيحاولوا حصر كلمة الأقصى في هذا المكان أو المصلى مع مصلى الصخرة، حتى أنه يتيحوا لأنفسهم من ناحية شرعية في كتبهم الدخول إلى الساحات. احنا بنعرف أنهم وضعين لافتة على الباب تقول أنه الدخول إلى منطقة الأقصى ممنوع بأمر التوراة، وهذا حق إخواني الله سبحانه وتعالى حرم عليهم. ولكن المعنى ليس بنيان المسجد الأقصى، ولكن معنى مكان المسجد الأقصى، يعني يمنع على بني إسرائيل دخول كل الأرض المقدسة، وهذا في توراتهم، إنما هم يقوموا بتحريف هذا المعنى. عشان هيك إخواني منذكر ومنقول إنه التفاوض على المسجد الأقصى سواء بنيانا أو مكانا أو حتى أجزاء منه لا يجوز شرعا. والمسجد الأقصى إخواني نستطيع أن نعتبرها شرعا عاصمة لكل الدول العربية والإسلامية، كل الدول الإسلامية هي عاصمة المسلمين أجمعين. ما في شيء إخواني، أحيانا يعني أستغرب بعض الأسئلة من بعض الأشخاص اللي أنا بكون وصلت معهم لمرحلة إنهم ناس في عندهم علم عالي، فبقول لي مثلا أنا من المغرب وانت موجود في بيت المقدس، فكيف يعني بتكلم على انه في عنده بلد اسمها المغرب واحنا في عندنا بلد اسمها ايش؟ بيت المقدس، وانه في حدود بيناتنا، طيب كيف بده يتصرف؟ اخواني اولا من ناحية شرعية شرعا منقول لا يوجد حدود وفواصل بين او داخل ديار المسلمين، كلها بلاد للمسلمين، كلها بلاد للإسلام والمسلمين في نفس الوقت. وهذه الحدود إنما هي حدود يعني تم وضعها من قبل الشيطان، يعني سايكس وبيكو قاموا برسم هذه الخريطة. وما يجبرنا على هذه الخريطة إخواني؟ هل هي من الله عز وجل؟ هل أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن احنا نتبعهم ونأخذ بما وضعوا؟ فهذا إخواني شيء دخيل على الإسلام ويجب رفضه والعمل على إزالته في أي فرصة أو عند كل فرصة يمكن العمل فيها. عشان هيك إخواني بنقول إنه هذه الرؤية إنما تسعى أو تبين أن هناك جماعة ستقبل اعتبار أبو ديس أو العزرية عاصمة للضفة، وهذا الأمر إخواني ليس مقبول جملة ولا تفصيلا. رؤية أخرى إخواني تتكلم في بضع كلمات تقول وقت القابض على الجمع. انتهت الرؤية، فيعني إحنا بنعرف من هذه الكلمات، هذه الكلمات جاءت في أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. إخواني شو بنقول؟ ولا بأس، ولا بأس، لا نشتكي إلا لله عز وجل، وشكوتنا لله ليست اعتراض، إنما هي بث نبث فيه حزننا وألمنا فقط لله عز وجل دون اعتراض. فكل ما يحدث معنا إن شاء الله نعلم أنه من الله عز وجل، وأنه مقدر قضاء علينا أن نقبل به لهذا القضاء، نقبل به ولا نقول إلا الحمد لله والشكر لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. مهما حدث فهذه أمورنا إن شاء الله مقدرة منه سبحانه وتعالى. رؤية أخرى تتكلم عن مواصلة قطع المساعدات عن بيت المقدس بالأخص، يعني حملات تضييق على بيت المقدس، ومنها وقف
أو قطع المساعدات عن بيت المقدس. لربما إخواني كنتوا تشهدوا بين فترة وفترة لأهل بيت المقدس يقول لك تعال عشان تاخذ طرد مونة، أو تعال في على سبيل المثال حقيبة مدرسية تجيب شهادات الأولاد عشان تاخذ الحقيبة المدرسية. يعني هذه الرؤية تتكلم إنه هم سيحاولوا قطع حتى هذه المساعدات الإنسانية على أهل بيت المقدس، وسيكون أيضا من ضمن حملات التضييق على بيت المقدس نشر رموز التضييق مثل الضريبة والتأمين وغيرها، يعني مخالفات السير وغيرها بحق العرب المتواجدين والقاطنين بالأخص في بيت المقدس ومحيط بيت المقدس. يعني نكتفي بهذا المقدار من هذه الرؤى. قديش بقي وقت دكتور؟ قديش الساعة هلا؟ ربع ساعة، 10 دقائق. طيب في هذه العشر دقائق، وان تبقى 10 دقائق، لربما قرأنا آية من آيات القرآن الكريم. يعني كنا في الأمس تكلمنا في الآية رقم 21 في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقرأ إن شاء الله إخواني الآية رقم 22. يقول سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني هذه الآية الله سبحانه وتعالى يدعونا فيها لتدبر بعض نعمه علينا. يعني تكلمنا في الآية السابقة أعظم النعم ذكرنا فيها سبحانه وتعالى الخلق، أنه خلقنا، هذه أعظم نعمة على الإطلاق. يعني في هذه الآية يذكرنا سبحانه وتعالى ببعض النعم العظيمة، منها الذي جعل لكم الأرض فراشا. يعني لو إحنا إخواني قمنا من ناحية علمية بمقارنة كوكب الأرض مع باقي الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية أو حتى في المجموعات أو في المجرات الأخرى، إحنا بنعرف إنه من ناحية علمية يعني يعتقد العلماء، ولكن بصعوبة، نضع بين قوسين بصعوبة، أنه يمكن أو أن الماء متواجد في كواكب أخرى في المجموعة الشمسية أو في السماء الدنيا، يعني في الكون. فالظروف الحياتية اللي موجودة في كوكب الأرض اللي احنا بنعيش عليه يعني يندر جدا أن نجد لها مثيل في باقي الأجرام السماوية حولنا في هذا الكوكب، في هذا الكون. احنا اخواني تكلمنا وقلنا يعني من ناحية فلكية، في علماء الفلك يقولوا انه في الدنيا، او خلينا نقول في الكون، سماء الدنيا اللي احنا بنعرفها، ما يقرب من مليون مجرة، وفي كل مجرة مليون مجموعة شمسية، وكل مجموعة شمسية لربما كان فيها 10 كواكب أكثر أو أقل، ولكن هذا العدد. يعني لو أنت بدك تضرب تسوي عملية حسابية كم كوكب لربما يتواجد غير الكرة الأرضية، بدك تقول 10 ضرب مليون مليون ضرب مليون مليون، يعني 10 مليون 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 كوكب يتواجد غير الكرة الأرضية. والعلماء مع بحثهم الطويل، لأنهم لم يجدوا على الأكيد أي كوكب يشابه الكرة الأرضية، بقول لك لربما يعني وصلنا لكوكب لربما كان فيه من الصفات، بعض الصفات التي تشابه الكرة الأرضية. فالله سبحانه وتعالى يذكرك بهذه النقطة ويقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني فرشها وجعلها سهلة للحياة.
وهذه إنما هي من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني كواكب أخرى لربما شفت مثلا على سبيل المثال جبل، وبعدين بعد الجبل شفت وادي صحيح، وبعد الوادي شفت كمان جبل، عشان تنتقل في مسافة لربما كانت كيلومتر واحد لربما احتاجت عشرات السنين. أما إحنا إخواني ولله الحمد يعني الكرة الأرضية في معظمها أو الأماكن المتواجدة فيها التي تسهل فيها الحياة تكفي لمن يتواجد فيها من البشرية وتزيد ولله الحمد والمن. ثم يقول سبحانه وتعالى والسماء بناء، يعني هنا نتكلم عن سماء الأرض. تكلمنا أنه كلمة الأرض هي من المشترك اللفظي في القرآن الكريم، يعني كلمة السماء تدل على مجموعة من الأمور وليس على أمر واحد. الأمر الأولاني أنه سماء الدنيا، يعني الغلاف الجوي يسمى في القرآن السماء، كما يقول سبحانه وتعالى أو كما في قوله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني من الغلاف الجوي أو من سماء الأرض، فهذه سماء. ولا نعلم السماء الدنيا إخواني، السماء الدنيا، ونعلم غير السماء الدنيا السماوات السبع العلى. هنا لما نقول والسماء بناء اللي هي سماء الكرة الأرضية يعني الغلاف الجوي كأنه مبني بناء. هون إخواني يعني لربما كان علماء الفلك أكثر من يعلم هذه الحقيقة المعقدة والمعقدة جدا، وبالأخص في حال إطلاق مكوك أو صاروخ إلى الفضاء. يعني شو بيحتاجوا أنهم يسووا؟ بيحتاجوا أنه ما بيقدر يطلقوا بشكل عمودي، ولكن يطلقوا بشكل التفافي حلزوني بلف حوالين الكرة الأرضية عدة مرات حتى يملك قوة أنه هو يستطيع أن ينفذ من غلاف الكرة الأرضية. وهذا الغلاف اللي موجود حول الكرة الأرضية يحميها من كل الأخطار اللي حولها. يعني تصور إخواني لو هذا الغلاف غير موجود لا خلال بضعة أيام فقط قتل كل من على وجه الأرض بإيش؟ بالشهب اللي بنسميها نيازك في هذه الحالة التي تصل وترتطم في الأرض. يعني الفرق ما بين النيزك والشهاب أن النيزك يصل إلى الكرة الأرضية. لو سألنا عدد النيازك مقارنة بعدد الشهب التي تصل أو تدخل الغلاف الجوي لرأينا أنه نسبة تكاد تكون صفر، يعني مقابل كل نيزك هناك ملايين الشهب التي تصل وتدوب تذوب داخل غلاف الجوي. يعني مجرد ما يقع هذا الجرم السماوي لربما كانت صخرة كبيرة، مجرد ما تدخل إلى الغلاف الجوي يبدأ الغلاف الجوي يصهرها ويحرقها وتدوب بالكلية داخل الغلاف الجوي. ونادرا ما يبقى من هذه الأجرام السماوية الشيء بسيط اللي بوصل للأرض. فهذا إخواني يعني رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ثم إخواني لو إحنا نظرنا يعني للي ما بده يموت في تراشق الحجارة من السماوات، يعني من المؤكد أنه إن تعرض لأشعة الشمس ولو للحظات بسيطة سيموت من شدة الضرر الموجود بهذه الأشعة. ولكن الغلاف الجوي لله سبحانه وتعالى جعلنا إياه في هذه السماء يقوم بحمايتنا من كل الأشعة الضارة كأنه مصفاة، يقوم بتصفية كل الأشعة الضارة ولا تبقى إلا الأشعة النافعة التي تصل إلينا والحمد لله. فهذه السماء الله سبحانه وتعالى بنالنا إياها بناء بطريقة محكمة حتى نستطيع العيش تحت قبتها بسلام وأمان بإذن الله. ثم يقول سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء. تصور إخواني أن الماء الذي يصلنا ثم نقوم بإيش؟ بتعكيره وبتلويثه. لو كان مطلوب منا إحنا أن نقوم بتنقية هذا الماء لإعادة شربه، تصور قديش لازم نشغل ناس وقديش لازم نشغل مفاعلات حتى تقوم بتنقية الماء. يعني ما نعلمه أنه في كل دقيقة، يعني كل 60 ثانية
يصعد إلى السماء من الدنيا تقريبا 6000 مليون طن من الماء من الأرض إلى السماء. شوف هاي الكمية الكبيرة. لو قلت لك أنا بدي إياك معك دقيقة عشان تعقم لي إياها، يعني كقدرة بشرية هذا محال إخوان، لأنه سبحانه وتعالى يرفع هذه الكمية من الماء إلى السماء ويبقي كل خبثها، كل شيء أنت لوثته فيها لهذا الماء يبقي في الأرض. يعني تأتي الشمس كأنها تقوم بحمل فقط نقاط وجزيئات الماء وترفعه إلى السماء وتنقيه، ثم تجمعه وتهبطه من جديد، ماء نقي مبارك من عنده سبحانه وتعالى. يعني لربما إخواني إحنا كان في عنا حاليا قدرة، هنقول عند البعض قدرة على تنقية المياه، ولكن اسأل هل هذه القدرة كانت موجودة قبل خلينا نقول 1000 عام 500 عام؟ فلو انه الماء نزل او كله موجود في الارض وعليك انك انت تتعامل معه، ولما تحتاج ماء بدك تجيب ماء هذا الماء الملوث وتنقيه حتى انك تستخدمه، شوف قديش راح يكون في هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى يذكرك، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا. وهذه اخواني في حد ذاتها يعني شيء عظيم. يعني تصور هذه الشجرة إلى الله سبحانه وتعالى خلق لك إياها. أول إشي نذكر إخواني وضربنا مثل، يعني الشجرة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها ما جعل لها قدمين، شو مالها ثابتة في الأرض، وهذه الشجرة تعطي ثمرة. يعني الثمرة هي فعليا بمثابة أولاد هذه الشجرة، يعني كأنك لما بدك تروح تقطف الثمرة من الشجرة كأنك بتاخذ أبنائها عنها. تصور لو كان في لها إجرين مش كانت فرت منك ما خلتك تقطف الثمرة، ولكن سبحانه وتعالى جعلها مغروزة في الأرض حتى أنك لما تيجي شو تسوي، تقطف منها ثمرها يعني أبنائها. بعدين إخواني الله سبحانه وتعالى ما جعل لها عينين وما جعل لها ودنين عشان ما تشوفك وانت بتاخذ أبنائها عنها، وما تسمعك وانت بتحكي أنك بدك تقطف ثمرها. تصور لو كان في لها عينين وأذنين وجيت انت تاخذ منها اولادها، كان يعني بكفي ضربه غصن من غصونها كان قتلتك فيها. فالله سبحانه وتعالى شو بقول لك انه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني المقصد من خلق هذه الشجره انها تكون في خدمتك انت، عشان هيك الله سبحانه وتعالى حرمها من القدمين ومن العينين ومن الأذنين وأعطاها تخرج ثمرة. بعدين يعني تفكر إخواني في نقطة أخرى، كيف أن هذه الشجرة نفس الشجرة تأخذ نفس التراب من نفس التربة ومن نفس الماء ومن نفس الهواء ومن نفس الشمس، أشعة الشمس، ولكن مرة تخرج لك ثمرة يعني حلوة، مرة حامضة، مرة يعني مرة، مرة تعطيك شيء أحمر، مرة شيء أخضر، مرة شيء أصفر، كل مرة لون، كل مرة طعم، وكل مرة يعني حتى مذاق. يعني لما تتذوق كل ثمرة شوفي لها مذاق آخر مختلف، حتى إنك لما تتناول هذا الثمر يعني يكون غذائك اللي أنت بتتحصل عليه كل مرة شوفي له طعم آخر ولذة أخرى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يذكرك ببعض النعم عليك، يذكرك في نعمة الأرض ونعمة السماء ونعمة الماء ونعمة الثمر. إخواني إن تفكرنا في هذه النعم لوحدها نحتاج إلى قرون، ونحن نتفكر فيما يوجد في هذه النعم من أمور عظيمة حتى تتحقق لك فيها الفائدة. فالله سبحانه وتعالى يقول لك يعني تفكر بعجالة. حتى لو تفكرنا بعجالة يجب أن نقر أن الفضل في كل نعمه هو لله عز وجل، وأن نشكر الله ونحمد الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندعي الفضل لغير الله، لأنه وللأسف هناك من يأخذ النعمة من إنسان ولكن يدعي الفضل لإنسان آخر. فالله سبحانه وتعالى بقول لك
يعني ما تأخذ الفضل مني وتدعي أن هذا الفضل كان لمين؟ لآخر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير. الله يكرمك ويبارك فيك. الله زغران كش كش مع البرد بس ما شيء فيه كش مع البرد ما شايف كش كيف حالك شايف الله يكرمك كيف الحمد لله وين انتوا يا جماعة يعني هاليوم الجمعة والحمد لله إذا إيه؟ الحمد لله هذا جاري جائزة جائزة شو سوي عشان اتاكد انه هي الشغله بالشخص ولا لا؟ قلت له طب من باب خطه فين رحت الفيت؟ هذا الملك شو السبب؟ هلا بيستنوني اربع خمسه بيستنوني مسكرين الطريق او لسه نزلت اخبر انها قويتها المرة رقم 20 يمكن مش طالعين متعود انا على هذا الشيء.